تقولي مقادير الفراخ بتاعتنا. الفراخ الاول هنحط معاها الدقيق الاول وهناخدها سوتيه. بعد كده لا بس قولي المقادير وهنشرح المقادير الاول. معانا دقيق، معانا زعتر، معانا بصل شرايح، معانا زيتون، معانا عصير برتقال، ومعانا فليب برتقال، ومعانا طبعا اليانسون بتاعنا المكون الاساسي التيست بتاع الفراخ. اوكي. بعد كده هنعمل سلطه النعناع. عندنا نعناع، وعندنا طماطم شيري، فاصوليا بيضاء، وعندنا فلفل اصفر. اوكي. لازم فلفل اصفر ولا ممكن نستعمل اي انواع؟ ممكن نستعمل اي تاني. هي السلطه عامه بتحب الخضروات والحاجات الطازه فريش اكتر. فممكن نشيل الفلفل نحط اي حاجه تاني. طيب نبتدي، يلا نشوف. طيب هنعمل ايه. اول حاجه بس نفضي دي. ممكن نتبل الفرخ الاول بسنه ملح صغيره كده وسنه فلفل اسمر، وممكن برضو نتبل الدقيق كده او كده. تمام. بعد كده نحفر الفراخ بدقيق. ده هيبقى ماده الربط في الصوص بتاعنا. ان الصوص بتاعنا لايت، فالدقيق هو اللي هيربط الصوص، مكونات الصوص مع بعض. ممكن نحط زيت زيتون في قلب الطاسة. كمان عندنا الزيت. الزيت سخين. تمام. اقدر انزل بالفراخ. تمام. عقبال لما الفراخ تاخد لون نحضر السلطه بتاعتنا. لا الفراخ مش هتستعجل، احنا ممكن نشيلها كمان في طاوله، يعني احنا نص تسويه بس. اوكي. عشان احنا لسه هننزلها في الصوص تاني. هتحضر الصوص بتاعها؟ الصوص هنعمله في نفس الطاسه بحيث ان احنا ناخد الفليفر بتاع الطاسه بتاع الفراخ ذات نفسه في قلب الطاسه. اوكي. لسه شويه عايزين بس تاخد اللون الاحمر بحيث ان هي تبقى ايه، واخده كفرنج معين. وبعدين هتنزل بيهم بايه؟ اول هنزل البصل بالاول، بعد كده اخد الزعتر الفريش معاهم. عايز تحط، عايز تشيل الفراخ؟ ممكن بس اخد طبق اهو. جايبه لك طبقه. تمام. تمام. في نفس البان عشان اخد التيست بتاع الفراخ انزل بالبصل كده. مش هتزود اي زيت؟ لا لا، ممكن سن الزيت او زبده صغيره بسيطه بس. اوكي. سنه صغيره بس. عندنا الزعتر الفريش ننزل بيه برضو مع البصل. مع البصل. خلي بالك ان النار دي العين دي مطفيه واطيه. انا عارف ان العين دي لا هي ما فيهاش اصلا، دي واطيه. تمام. انا بس عشان الطاسه كانت سخنه قوي عشان بحس البصل ما ريحه الزعتر مع البصل مديها تيست حلو وريحه حلوه. هو كده البصلايه اللي بنحطها. عادة لما بتحط بشر البرتقال هو اللي الزيست البرتقال. انا حاطط بقى الفيليه والعصير الاثنين مع بعض. اوكي. كده البصل عندي لوني. من البشر. تمام. انزل بسنه العصير. ريحه البرتقال طلعت، ظهرت كمان مع الزعتر الفريش. ممكن هنا نقدر ننزل بالستوك بتاعنا. شوية كمان بس كده. انت خدت البهاريس كلها. طبعا. شوية صغيرين كده. نرجع بقى الفيليهات تاني. ايوه. دقيقة بس. نقدر بقى نرجع هنا صدور الفراخ تاني. انا شايفاك كمان حاطط اليانسون. في حاجه عندنا اليانسون حاطينه في الشاش، ان انا عايز بس التيست بتاعه. مش عايز بحيث ان الحب بقى ما يجيش في بقنا واحنا بناكل منه أرميها ننزل هنا. فيه هي بس يا دوب بس تاخد تيست اليانسون. ممكن ننزل هنا على نار هاديه. شكله حلو، ريحته حلوه قوي. ريحته حلوه والفليفر بتاعه عالي مع اليانسون. لسه كمان تيست اليانسون والفليفر بتاع اليانسون هيظهر اكتر. ممكن ننزل بفليب برتقال برده. اتفضل. نيجي هنا على نار هاديه شويه بس بحيث ان الفراخ لو ما كانتش استوت الاول معانا تقدر تستوي هنا بالراحه، يعني بهدوء في البرتقال. طيب عايز اسالك سؤال، لو حد عايز يقدم مع الطبق ده مثلا رز او يمشي كل حاجه إيه تمشي بقى؟ رز ممكن ايه؟ رز ابيض. ممكن رز ابيض يمشي معايا. رز بسمتي يكون افضل برضه.
مش عايز تديله حبه برتقان على حبه ينسون كده؟ ممكن بقى في التيست وانا بقلب احط له زيت برتقان زي ما حضرتك بتقولي، تيست البرتقان يظهر مع الرز اكتر. ان احنا نقدر نعمل الزيت ده اللي هو بشر البرتقان، يعني هنا هو اصلا ما استعملش في الصوص بشر برتقان، استعمل الفيلي بتاع البرتقان، صوص البرتقان مع عصير البرتقال. عصير برتقال بس ممكن لو هتنزله جنبيه رز بسمتي مثلا ممكن تنكهوه بحبه بشر برتقال صغيرين، فيرد على الطعم مع الطبق ويبقى حاجه مكمله بعضها. يعني احنا لسه عندنا زيتون اسود برده. الزيتون ده هتحطه هنا؟ اه هنزله هنا بس مش عايز انزل بيه دلوقتي، بحيث ان هو ايه ما يديني سنه المراره. اوكي ممكن انزل بيه شويه ستوك صغيرين برده، بحيث ان الفراخ كل ما بتقعد في قلب الصوص كل ما بتتقل الصوص. عشان ده عشان الدقيق اللي عملناه، الدقيق بيعمل عمليه الربط في الصوص ذات نفسه. طيب تحب اعمل معاك السلطه؟ ممكن طيب؟ نركب السلطه دلوقتي قبل ما تستوي. نحط عشان ورق النعناع. انت حاطط كميه نعناع؟ كميه نعناع كميه كويسه، ومعاها طماطم شيري مقطعينها نصاص. تمام. وعندنا فلفل اصفر، وعندنا فاصوليا بيضة. كده تمام. نقدر بقى نتبلها بالتتبيله العاديه خالص. ملح، فلفل اسمر، حاجه بسيطه برده. وطبعا زيت الزيتون اساسي طبعا، اساسي طبعا. زيت الزيتون صحي جدا مع الاكلات، معظم الاكلات طبعا. ده هتعمله صوص فينيجريت اللي هو زيت زيتون وخل وسنه خل. بس انا هنا حبيت ان انا ايه ما اخليش سنه المزازه بتاعت الخل تظهر في ورق النعناع، عشان ورق النعناع ليه طعم معين غير غير الخضروات يعني التانية. ما بيتقبلش الخل؟ لا يتقبل بس هيبقى لزع قوي فعلا. قلبهولك؟ قلبت. يعني انت هتتبلها ملح وفلفل؟ ملح وفلفل وزيت زيتون، حتى زيت الزيتون مديها لمعة معينة. طبعا. احنا هنا عندنا الفراخ بتستوي. طب مش عايز تاخد حبة ليمون والنبي؟ ممكن نديها سنة ليمون عشان خاطر حضرتك. لا لا خلاص مش مشكلة، انا عايزاك تنزل طبقك زي ما انت عايز. طب نحط الزيتون دلوقتي؟ هو ثواني بس كده، احس ان الفراخ خلاص بدأت تستوي وهنزل بالزيتون. ماشي. لا تخليهولك، هاخد انا دول. ننزل بالزيتون بتاعنا واحدة واحدة، كمية كويسة كده. الفراخ بتاعتنا بدأت تستوي، ادينا شكل البرتقال وريحته كمان طلع مع اليانسون. يعني البرتقال واليانسون ريحتها حلوة قوي. انا لازم ادوق الصوص. اتفضلي.